الفرق بين الإنسان الناجح والآخرين مو نقص القوة أو نقص العلم، هو نقص الإرادة. الحكي اللي بيطلع مننا كتير أحيان بيترك جروح وندبات عند غيرنا، خاصة لما نكون بمراحل المراهقة وما قبل. عمرو الفار اليوم هو كوتش بأحد النوادي الرياضية بدمشق. خلونا نتعرف على قصته. قصة السمن عندي لما كنت عمري 5 سنين، كان معي ربو تحسسي، وبهي الفترة أخذ إبر كورتيزون مشان الربو اللي عندي كان. بلشت اسمن شوي شوي. على البكالوريا كان وزني 145 كيلو. طبعاً بهي الفترة كتير أنا يعني تقاسيت بالمدرسة، بالشارع، وين ما أروح وين ما أجي، إنه نظرات العالم، حكي العالم، حتى رفقاتي بين رفقات كانوا يحبوني كشخص إنه الطبوش الكربوش اللي بيقعد اللي بضحك. لحد ما قررت يوم من الأيام، هذا الحكي بعد البكالوريا، إنه خلاص لازم بلش. كنت ألبس 3X لارج، وصلت لسمول. فترة 8 شهور كنت نازل من 145 ل 60 كيلو. طبعا هذا الشيء يعني وين عمر دائما بالنادي، يعني خلص قطعت، انا بدي يعني بدي اقطع العالم، بدي اوصل لشيء معين، بدي خلص بدي انحف كيف باي طريقه باي وسيله، المهم انا اوصل لشيء. بشكل عام هلا حكي العالم اول شيء، ثاني شيء هذا كان ياثر على صحتي، كان ياثر على ركبي، كان مأثر بداية الديسك، بلشت بداية الديسك معي إنه صار السمن كتير أثر على ظهري. كمان نفس الكوتشز اللي كانوا معي كمان ساعدوني على هذا الشيء، صرت أتمرن معهم، صاروا أكتر يعلموني، صاروا يفتحوا لي مجال أكتر، صرت أسأل أكتر، لحد ما إنه قررت كمان إنه لا، ليش ما أصير أنا مثلي مثلهم، ليش ما أصير مشان كوتش. ورا كل نجاح منحققه في قصة صناعة كتار، بس لولا الإرادة والقوة ما منقاوم لنوصل له.